وجود موريتانيا غلط. ليته صمت. أحمد الريسوني المغربي شاغل منصب رئيس الاتحاد العام للعلماء المسلمين في سقطة خطيرة غير محسوبة العواقب، كواحد من العلماء المسلمين يجهر بعدوان لفظي ضد الجزائر، محرضا الشعب المغربي، داعيا إلى حمل السلاح وسفك الدماء. المغرب مستعد إذا دعا جلالة الملك إلى مسيرة بالملايين، إذا دعا للجهاد بأي شكل، إذا دعا للجهاد بالمال، نحن مستعد. لا، العلماء المغرب، دعاة المغرب مستعدون أن يذهبوا ويقيموا بالأسابيع والشهور في الصحراء وفي تندوف. نحن لا نقيم مسيرة فقط إلى العيون، بل مسيرة إلى تندوف، إلى الفتنة والاقتتال بين الشعبين الجارين المسلمين. يدعو رئيس الاتحاد وفق ما سماه جهادا بالمال والنفس، متبنيا شيئا بات من الماضي بحديثه عن العودة إلى خريطة علال الفاسي الراسم للحدود المغربية وفق أوهام أسقطتها الاتفاقيات الأممية والمعاهدات بين البلدين، ودحضتها قبل ذلك دماء رجال استوطنوا الأرض وذاتوا عن العلم بالغالي والنفيس. صيّاً أن على فكرة علال الفاسي تطور الداعي لدى تنظيمه إلى العمل على وحدة المسلمين لم يطال الجزائر فقط بتهجمه عليها، بل طال حتى موريتانيا الشقيقة وسيادتها كدولة مستقلة، ملحقا إياها بعرش أسياده بداعي الهوى والتزلف. وجود موريتانيا غلط، وضع الاستقرار قريب، يجب أن يعود كما كان قبل الوزن الأوروبي. الصحراء ببيعة أهلها للعرش الملكي المغربي، ولكن علماء موريتانيا وأعيان موريتانيا أو ما يسمى الآن موريتانيا أو بلاد شنقيط أيضا بيعاتهم ثابتة إلى آخره. فإذا هذه صناعة استعمارية، قضية الصحراء وقضية موريتانيا، ولكن قضية موريتانيا اعترف بها المغرب. وكبراءة الذئب من دم يوسف، تبرأ الاتحاد العام لعلماء المسلمين من تصريحات رئيسه وما تفوه به من خطاب حامل للكراهية وداع إلى سفك الدماء، وبرد حمل إمضاء أمينه العام الأستاذ الدكتور علي محي الدين القرداغي، أكد أن تصريحاته الخارجة عن دستور الاتحاد العام للعلماء المسلمين تعبر عن رأي قائلها فقط ولا تعبر بالضرورة على رأي الاتحاد.